فيها تلميعه فيها خلاص فيها هذا نسبه كشميت فيها بس اللي بحدد لك كشميت رقم 4 وغلط لا عفوا 5 وغلط 5 و4 من اضعف شاطئ الزيت باقي ما تروح كله سهل يعني كنت رقم 1 بوشكش لانه تربط الزيت علي هذول كبعات 4 اذا ما في ترويه منيحه بكشنت 54 ثابت هذا كله باقي هسه شفت هذا هاي هذا رقم 4 5 حط لك عليه تلاقي فيه خشونه ارقام هن 4 و 5 4 و 5 5 هاي ثلاثة تلاقي يا بتلقى فيه يا بتلقى فيه يعني كل ما قربت كل ما كان الامور احسن كل ما قرب العدد على طرمبة الزيت كل ما كان احسن وضعه احسن هذا حكي مش كل السيارات السيارات تكون طرمبة السدر اتوقع تكون رقم واحد هذا فيه كشنت هذا شوفوه كشنت يم ما هذا مكشنت حط لك عليه تلقيه هو هاي لا باكت فيه تحت من فوق فوق اللي فك في واحد بس فكوا مش انا شو اسمه الصوت عادي عادي فرج عبارة عن جديد عشانه قريب من طرمبة الزيت طلع هاي رقم 5 طلع شراك بالخمسة مش طوب رقم 1 دائما بيكون انضف بدي مش نت حاس طالع اختلف كليا عن الجزء الاول تلاحظ كيف طلع الاول كيف شفتوا بديش